على ايامكم كان في عاده يعملوها انه اي حدا بيكون شهر رمضان بيجي بيمسك ورقه وقلم وبيحط انا بدي احضر هدول ثلاث مسلسلات، او بيحط مثلا قائمه بالمسلسلات بيحضرها وبيقول انا بهذا الوقت ما بدي اي حدا يلهيني عن شيء، خلص بدي احضر المسلسلات وبس. كنا على ايام على صح النوم نحن، ما نصدق ايمتى. وتقول له اول ما بلش صح النوم يعني يقولوا لي روح جيب لبن، انا كان عمري 10 سنين انزل على السريع انا وام بقول له عم تطلع صح النوم تيرير صح النوم اطلع وام مثل السريع جيب اللبنات واجي السماء خلصت الدقه كون جايب اللبنات وجاي. حلو. اي والله فكانت على وقتك يمكن هذا المسلسل عالق بذاكرتك لهلا. لهلا الدقه والنقره وكل شيء اربع شيرات. اي والله. حلو. طب اكثر مشهد على الان براسك من صح النوم شو هو؟ صح النوم كل شيء لغوار مقلب غوار كان هو حسني واللهم صل على النبي ابو عنتر وياسين يعمل افلام كان بياسين كثير يعني. اي والله في شيء متذكره كثير هيك بتحبه لالو ولا كله عندك يا مفضل؟ والله كله حلو والله لهلا بنشوفه صح النوم بيطير العائله كثير يعني. اي والله. طبعا اولادك او انت لساتك محافظ على العاده ولا لا؟ طبعا لك لهلا. اي والله والله لهلا بحط لهم انا شغلات بيروقوا عليها خيرات الله. مثل شو؟ كل شيء لا غوار نحن بحط لهم مقالب غوار وكذا. ايه والله انت شكلك انت كثير بتحبه ل دوريت لحال دوريت لك استاذ دوريت والله على عيني. ايه والله. كان على وقتنا اللي هو مسلسل صح النوم استاذ دوريت لحام، هذا اشهر مسلسل كان ويمكن لحد هلا العالم تتفرج عليه. حلو. فهذا هو يعني اللي كنت انبسط فيه انا وبفكر كل الجيل اللي بجيلي كان يتابعه. حلو. حتى انتم كمان يعني والله نحن كثير بنحبه الاستاذ دوريد يعني في له مشاهد في له مسرحيات وفي له كثير شغلات بتجنن. اكيد اكيد اكيد. عم في شيء على الان براسك منه يعني كنت تحضره اكثر مشهد او اكثر موقف او اكثر حكايه او اكثر يعني اكثر واحد لما بيعطي الحاره حب فقدان الذاكره وبيطلع بدري ابو كلبشه بيبلش بيقول لهم عسل عسل. حلوه هي ذكرت فيها هي احلى وحده يعني من احلى النهفات يعني يمكن اكثر شيء على انا ببالك هي اكثر وحده. هلا باب الحاره اول جزء ثاني جزء كان حلوين مثلا مثل زيد سالم هذول المسلسلات الكواسر الفوارس تماما. عم نفترض جيت على البيت وزوجتك ما كانت عامله طبخه انت بتحبها وبتاكلها شو بتعمل؟ يعني شو بدي اعمل؟ شغله طبيعيه جدا. يعني شو بتساوي؟ الدنيا صيام وبدك تفطر؟ بفطر بدبر حالي يعني هو بالنهايه شهر صيام للراحه مو للاكل، عرفت كيف؟ يعني بس صايمين وبدنا نفطر وكذا. يعني عادي بيطول باله الواحد شوي بتنضف. رجل محافظ معناته. ايه طبعا اكيد. بنقول لهم يعطيكم العافيه فعم تتعب معنا المراه كمان. يعني كتر خيرهم شو ما طلع معه. ما فيني اعمل شيء. ما فينك تعمل شيء. ما فيني اعمل شيء، لا بس ما اكيد يعني نحن بنتناقش انه شو بدنا نعمل اكل وانا اللي بدي اجيب الاغراض الاكل مو انه اكيد. فانت القصه من عندك يعني ما بتمرق كيف ما لا الجاليات لا مو علي. لا قصدي القصه عندك يعني ما بتمرق بدون ما انت تكون انت المظبطه يعني من ناحيه الاكلات. ايه طبعا انا اللي بجيب المواد. خلص مأمن يعني. ايه اكيد. بسكب لهم هن بسكبونا يعني مشان تنوع الاكلات. مشان تصير تشكيله بالصفحه. فيمكن حل مشان اذا طلعت لك شيء اكله ما بتحبه. يا سلام عليك. وبرمضان هي على طول بتصير يعني مثل ما عمل لك انه انا طابخ وطابخ اخي شو طابخ فوق امي شو طابخه فوق بتصير تبادل ومع جيرانكم وكذا تماما ومع الجيران معك. عم نفترض جيت على البيت ووصلت ولقيت زوجتك مو عاملت لك اكله انت بتاكلها او بتحبها والدنيا صيام وانت بدك تفطر شو بتعمل؟ والله ما بنعمل شيء الصلاه على الحاضر هذا الموجود هذا بناكله. طب لو حتى ما بتاكله؟ ناكله كل شيء بناكل باذن الله ما في شيء صعب. اي والله كله بيدبر كان. اي والله اهلينا هيك علمونا انه كل شيء ناكل ما في شيء ما بدناكله. بدك تمضيها يعني عادي عادي. لا طبعا دنيا رمضان بدك تكون صبور وبالك طويل مو كل الدنيا دائما رح تعجبك. عليك. طب بس انت لا بتاكلها ولا بتحبها شو بدك تعمل؟ شو بتاكل؟ بطالع شغلات اللي موجود وباكل. مضيه حواضر فطور وسحور بدك تمضيها شو بدك تساوي؟ مو كل يعني على الاغلب ما بتصير هي بس لا اذا صار بدك تمشيها. تمره يعني من مره.